بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وإحنا بنحتفل بعيد أمنا الست العذراء بنشوف فيها ملامح جميلة جدا جدا. النهاردة وهي بتسبح ربنا في الإنجيل اللي إحنا سمعناه بتقول لأنه نظر إلى تواضع أمته. I will speak like few minutes in Arabic and then I will conclude in one minute in English. شايفين وهي بتمجد ربنا بتتكلم على إزاي ربنا بينظر إلى المتواضعين. وإحنا شايفين برضو معها أليصابات. إزاي كانت شخصية متواضعة مع إنها كانت زوجة كاهن وكبيرة في السن وربنا عطاها ابن بوعد اللي هو يوحنا، إلا إنها كانت متواضعة جدا جدا. ففكرت كده إن التواضع ده زي ما قال عنه القديس ماري إسحاق السورياني، الكمال هو لجة من الاتضاع. الكمال هو عمق الاتضاع، عمق الاتضاع وبحر من الاتضاع، يبقى هو ده الكمال. لأن معنى الاتضاع إن ربنا بيملى الإنسان، الإنسان بيصغر نفسه وربنا بيملاه، الإنسان بيخلي نفسه وربنا يملاه بالكامل. فهو ده الكمال النسبي لكل واحد فينا. ففكرت كده نشوف ملامح التواضع في حياة أمنا الست العذراء وفي حياة القديسة أليصابات عشان نشوف الملامح دي فعلا موجودة فينا ولا لا. أصل التواضع ده مش كلمة، ممكن ناس تقول على نفسها أنا متواضع، أو الناس تقول عليها وهم ما يعرفوش إيه اللي جوه. لا، في ملامح بتظهر الإنسان المتواضع ده، في ملامح بتظهر له. أول حاجة، المتواضع دايما بيشكر ويسبح ربنا، دايما تلاقيه شاكر، حاسس بنعمة ربنا الكبيرة فدايما شاكر مش متذمر، ودايما بيسبح ربنا ويمجد ربنا. شوفوا الست العذراء أول ما فتحت بقها قالت إيه؟ تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. بتمجد وتسبح ربنا. وحتى أليصابات تقول كده، عمالة برضو تمجد ربنا، هكذا صنع بي الرب في الأيام التي نظر إلي فيها لينزع عاري من بين الناس. بتسبح ربنا. ست العذراء وأليصابات متواضعين جدا، فبيسبحوا ربنا باستمرار وبيشكروه على كل حال. ما سمعناش إن هم تذمروا من أي حاجة حصلت لهم في حياتهم. تاني حاجة، المتواضع دايما فرحان. أول ما القلب يتضع الفرح يجري في قلبه، اللي مش فرحان ياخد باله بقى، ها؟ يبقى فيه حاجات عايزة تتصلح جواه عشان يتواضع، يبقى هو لسه ما وصلش للتواضع. اللي مش متواضع دايما حاسس إن الناس مش مقدراه فتلاقيه متذمر وتلاقيه مش فرحان. ست العذراء بتقول كده، تبتهج روحي بالله مخلصي. وأليصابات امتلأت من الفرح لدرجة ان هي حست بالجنين اللي في بطنها بيرقص من الفرح. المتواضع فرحان، كل ما نتضع كل ما نفرح، كل ما نتكبر كل ما الفرح يهرب مننا. تالت حاجة، المتواضع بيمجد ربنا باستمرار في قديسيه، بيشوف عمل ربنا في اللي حواليه فبيمجد ربنا في قديسيه. ما عندوش مانع يفرح بالقديسين، مش بس فرحان بنفسه، يشوف الحاجة الحلوة في كل واحد ويقول له أشكرك يا رب إنك عاطي لفلان وعاطي لفلانة، أشكرك يا رب. أليصابات فرحت إن العذراء جت لها وبقت تمجد فيها وتقول لها أم ربي، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ مش أنا ما استاهلش. تستاهليش إيه؟ ده أنت قد جدتها في السن وزوجة كاهن، وهي ما هيش زوجة كاهن، وأنت من عيلة ومشهورة ومعروفة وربنا عطاكي ابن بعد الكبر، يعني
لا 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 لا، بتمجد ربنا وعلى عمله في العذراء، وتقول لها طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فبتمجد ربنا، والعذراء برضو بتمجد ربنا في قديسيه، وتقول ده عضد إسرائيل فتاة، أنت يا رب تمجدت مع أبائنا إبراهيم ويعقوب، ليك المجد يا رب. المتواضع يشوف، عشان كده احنا بنحب القديسين لأن بنشوف عمل ربنا فيهم. المتواضع ما بيشوفش يا عيني غير نفسه بس، ما بيشوفش حد كويس. مساكين اللي هم مش متواضعين. تبص ليه ما بيشوفش حد تاني غير نفسه؟ ولو حد قال له حاجة حلوة على حد تلاقيه بيقلل منه كده، يقول لك ايه يعني؟ طب ما كل الناس عندها الحكاية دي. طب ده فلان ده عنده فضيلة كويسة وعنده صفة كويسة، يقول لك ايه يعني؟ مش مهم. ده بيعمل وبيسوي ويطلع فيه الحاجات الوحشة. يا أخي بص العمل ربنا فيه. المتواضع دايما يشوف عمل ربنا في الناس ويفرح به. حاجة كمان واضحة جدا في حياة العذراء هنا، المتواضع بيخدم الآخرين، يجري ويسعى لمساعدة اللي محتاجين مساعدة، بيجري من غير ما حد يطلب منه، دايما في خدمة الناس. المتكبر عايز الناس تخدمه، هو يقعد سلطان والناس ايه تخدم عليه، أصل هو كبير في السن، أصل هو. أنا شفت ناس كبار في السن يجروا يعملوا الأطباق اللي في الحوض، يجروا يساعدوا في أي مكان وفي أي، مش بس في بيتهم. شفت ناس كبار في السن أول ناس تجري تخدم، تشيل الأطفال الصغيرين علشان يتناولوا. حبيبي ده أنت أصلا عامل عملية في ظهرك ولا عامل كذا ولا تعبان؟ لا، هو متواضع، هو بيحب يخدم، هو عايز يساعد الكل، الكبير والصغير. هو متواضع، ما عندوش مانع يروح يخدم. الست العذراء كده، ما حدش طلب منها تروح تخدم اليصابات. مين طلب منها؟ ده الملاك لما جاب لها سيرة اليصابات هو ما كانش عايزها تروح تخدم ولا حاجة، ده هو بس بيأكد لها ان ليس شيء غير ممكن ايه لدى الله. فحتى اليصابات العاقر اللي معروفة في العيلة ان هي عاقر، وست كبيرة في شيخوختها، حبلة في الشهر السادس، فمجرد انها لقطت المعلومه او يعني عرفت الخبر ده، طارت على اليصابات، يقول لك جريت على الجبال عشان تخدمها. واول ما الناس بدات تتجمع بقى وساعه ولاده يوحنا وكده، انسحبت ست العذراء. المتواضع يسعى ان هو يخدم الاخرين زي ربنا يسوع المتواضع اللي قال لنا تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. ابن الإنسان لم يأتي لإيه؟ ليخدم، بل إيه؟ ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. أيضا المتواضع يستخبى من الأضواء. المتواضع ما يحبش الأضواء الكتير، وما يحبش يبقى في الصورة وفي المركز الأول وفي الصفوف الأولى وهو اللي ياخد المجد. لا، المتواضع متداري. شوفوا اليصابات متواضعة، يقول لك أخفت نفسها 5 أشهر لحد لما بدأت بطنها تكبر والعلامات، طبعا الحمل بيزود المية في الجسم وبيبان على الشخص، بالذات الناس الكبار في السن هيبان قوي قوي، يبان عليهم. فمعرفتش تخبي نفسها. طب وانت مخبية نفسك ليه؟ طب ما تروحي كده وتعلني وتفتخري. لا 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 لا، المتواضع يخبي نفسه. لك أخفت نفسها 5 أشهر وهي حاسة أنها ما تستاهلش نعمة ربنا الكبيرة دي، تقول هكذا صنع بي الرب في الأيام التي نظر فيها إلي لينزع عاري من بين الناس. ست العذراء كده برضو مش بتاعة شو. في عرس قنا جريت لها الدارية في المطبخ بتخدم مع اللي بيخدمه، مع اليصابات تجري تخدمها في السر وفي هدوء، ولما الناس اتلمت انسحبت، بتداري على شمعتها عشان تنور. المتواضع ما يحبش المجد من الناس، بيطلب المجد بتاع ربنا بس، ما يطلبش المجد من الناس. أخيرا المتواضع بيجذب نظر الله، فربنا ينظر له ويملاه بروحه، يملاه. الست العذراء كده
بنقول عنها في التسبيحة حاجة لطيفة قوي، تطلع الآب من السماء تطلع، فلم يجد إيه من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. تطلع من السماء شافها مميزة، جذبت نظره بتواضعها، بتواضعها برضو أليصابات نظر إليها الله لسبب تواضعها، والاثنين اتملوا بالروح القدس، العذر الروح القدس حل عليها وقدسها، والابن أخذ طبيعة البشرية وعجينة البشرية منها، وأليصابات أيضا امتلأت من الروح القدس وعرفت مين اللي جاي لها دي، إنها أم الرب الإله الله. المتواضع يجذب نظر الله، في حين نسمع كلام صعب عن المتكبرين يقول لك يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم إيه؟ نعمة. إحنا النهاردة قدام شخصيتين، طبعا أليصابات دخلت في المشهد كده معانا، والاتنين أجمل من بعض في التواضع، وعلشان التواضع بتاعهم دول كانوا دايما بيشكروا ويسبحوا ربنا، كان دايما مليانين بالفرح، كان دايما بيمجدوا الله في قديسيه، كان دايما بيخدموا ويساعدوا الآخرين، كان دايما يخبوا نفسهم من الأضواء ويبعدوا عن الأضواء ويداروا على نعمة ربنا اللي فيهم، وأيضا كانوا بيكتذبوا نظر الله فيملأهم بروحه. So we talked about the characteristics of the humble people who has humility in his life. He has some characteristics. Number one, he is always thankful. He is always praising God. Number two, he is always full of joy. Full of joy because the Holy Spirit fills his heart with joy. Number three, the humble man or the woman glorifies God in his saints. He sees the work of God in everybody and he praises God in his saints. Also, the humble always serves others and seeks the comfort and to help everybody. He is not selfish. He is not like self-centered. He is always thinking of others to help and to provide for them and to serve them. Also, the humble man doesn't love or doesn't like the lights and the praise of people. He is seeking the praise of God. He is seeking the glory of God, not this vain glory of this world. So he is not seeking to be glorified by people or to have honor from people, but to get the honor from God. So he is working behind the scene. He is working to wash the feet under the table. Like he is working silently without propaganda. He is always faithful to work for God. Lastly, the humble man, he, because of his humility, God looks to him. God looks to him. He drew the sight of God, and God like gives him grace and fills him with the Holy Spirit. So if we want to be humble, we have two good examples before us today. Our mother, Saint Mary, and also Saint Elizabeth, they were very humble and they deserved to be filled with the Holy Spirit and to be glorified by the glory of God. And glory be to God forever. Amen.